مساء الخير أعزائي الطلبة، في المحاضرة الثالثة من تتابع محاضرات The Neoplasia في الجزء المخصص بمنهج General Pathology of the second semester at the module system Tobruk University or Tobruk Medical School of Medicine. الجزء الأول والثاني خصصناه لمعرفة الأجزاء الـ Basics of the Neoplasia السرطان، وكذلك المحاضرة اللي فائتة كانت على الـ Mode of Transmission or the Spread of the Cancer Cells، وعلى الـ Preferability between Lymphatics, Transcellomic, Hematogenous Spread، plus حكينا على الـ Macro Hematogenous Spread depicted as Renal Cell Carcinoma RCC Snake-like Fashion. الآن نأخذ جزء محوري في الكانسر والنيوبليجيا، وهو ما هو أسباب الكانسر؟ وإذا the etiology، وحكى لكم الدكتور أحمد جودة، قال لكم the etiology اللي هو العبارة هذه etiology، ما هي إلا عبارة عن ما هي مسببات أو the causes of the cancer including the predisposing factors و a relieving factor which is aggravating the disease. So, etiology of the neoplasia and the carcinogenesis. تتابع تكوين أو طرق تكوين أو مراحل تكوين الكانسر تسمى في علم النيوبلاجيا carcinogenesis. رجاء الار دائما خفوا النطق عليه، ما تقولوش carcinogenesis، قولوا carcinogenesis. فنبدأ بعون الله. أول شيء سؤال يفرض نفسه الآن، كيف يصير expression to the gene which is normal to a cell which is abnormal اللي هي الكانسر سيل؟ فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن أو اللي ممكن نحكو عليه، كيف يتعرف الجهاز المناعي على الكانسر سيلز؟ There is always a cytotoxic T cell which is called CD8 plus which is has an anti-tumor activity. تتعرف على الكانسر سيلز باعتبار ان هي خلايا غريبة، مش نحن قلنا من الاول بان الكانسر سيلز تسمى نيوبلاجيا. فالسؤال، التيومر يكون انتيجين، جي خلية معينة اسمها الماكروفاج، which is when it's activated، اول ما يصير لها activation تتحول الى خلية تسمى dendritic cells. وليش سموها dendritic cells؟ لان فيها زوائد اصبعية هيك يسموه فيهم dendrite، يخليها شبيهة بالcell body of the astrocyte or the nerve cells. الخلايا هذه لها خاصية بارعة، فتاخذ الانتيجين بتاع الكانسر اللي هو التيومر وتمشي به، باهي تمشي به وين؟ تمشي به للليمف نود، تتقابل في الليمف نود مع التي سيل which has anti tumor property، فتتعرف الانتيجين. الانتيجين تلاحظوا بانه هو بارعاته الدندريتك سيلز هنا على هيئه اللون الاخضر اللي هو جوا الخليه. ف this is has been phagocytosed، خضعته الدندريتك سيلز ومشت به all the way to the lymph node، وهذا عباره عن ايش؟ الليمفاتيك فيزل، صح؟ ودارت له across presentation، طلعت على السيرفس متاعها عشان يتعرف تتعرف عليه خلية أخرى اسمها التي سيل، خلايا التي سيل لينفوسايت. So this T cell has been activated to identify، تتعرف على التيومر أنتيجين الموجود على السطح متاع من؟ متاع الدندريتك سيلز. فيتكون كلون، تنقسم الخلية هذه التي إلى مجموعة من الخلايا كلهن عندهن خاصية للتعرف على من؟ على الأنتيجين متاع من؟ متاع التيومر. فيصير بعدها migration of the T cell which is CD8 plus to the specific site which has the tumor، وتتكون هذه الخلايا اللي عندها ايش؟ anti tumor activity، فتتكون cell which has a cytotoxic effect to the tumor cells، والخلية هذه اسمها كيتل، كيتل C for cytotoxic، T for T، L for lymphocyte. So the cells which has been proliferating in the lymph node migrating by the blood vessels to the site of the tumor is called cytotoxic T lymphocyte. وهذا هو اللي يفسر the cross presentation of the tumor antigen via the dendritic cells، والخلية هذه يسمون فيها APC. كان خذيتوها في الاميونولوجي، الخلية dendritic cells يسمون فيها antigen presenting cells، اختصارها antigen A presenting P
سي سيلز. فالخليه الدندريتك سيلز تسمى الانتيجين ريزيستنت سيلز ليدنج تو ذا فورميشن اوف سي دي 8 بلس سايتوتوكسيك سيلز ويتش اولويز هاز ان انتي تيومر اور انتي كانسر سيل اكتيفيتي. ايش الميكانيزم اللي تخلي الخلايا المناعيه يعني تتعرف على السرطان؟ في نفس الوقت هل السرطان اهبل لا يستطيع ان يتجنب الخلايا المناعيه؟ لا، في وسائل عديده تخلي التيومر سيلز يستطيع ان يتجنب الجهاز المناعي. ف these mechanisms are usually called the mechanism by which the tumor can evade. كلمه evade A-V-A-D-E evade يتجنب او يهمل، يتجنب او لا يتواجه مع الاميون سيستم. فالسؤال الانتي تيومر اكتيفيتي تكون كالاتي، هو ان الكانسر سيلز او تيومر سيلز هاز انتيجين موجود داخلها، في نفس الوقت موجود على السطح متاعها، السطح هذا يسموا فيها ميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجين، يسمى كذلك هيومن ليكوسيتيك انتيجين. فكل كانسر سيل تفضح روحها وتكون الانتيجين على السطح متاعها. على هذا الاساس تتعرف عليها من التي سيل وتقول راهي الخليه هذه كانها عندها بطاقة شخصية و it has expressed the tumor antigen on a tumor antigen هو اللي لونه ايش؟ وردي. والذراع الخضر هذا عبارة عن الاميون كارد، البطاقة الشخصية الاميون سيستم اللي هي نحن نسمي فيها MHC. على فكرة MHC اختصار لكلمة Major Histocompatibility Complex، لها اسم آخر في الاميونولوجي يسموا فيها هيلا Human Leukocyte Antigen or Human Leukocytic Antigen. كيف يصير الاميون ايفيجن؟ كيف الخلية السرطانية الخبيثة هذه تتجنب الاميون سيستم؟ أول شيء تقول الخلية السرطانية أنت يا جهاز المناعي اتعرف علي عشان خاطر نعم طلعت لك أنتيجين اسمها تيومر أنتيجين، والله منين طلعت لك؟ خلاص منيش مطلعة أنتيجين. فالخلية التيومر هذه تدير أندر إكسبريشن للتيومر أنتيجين، فthis is called antigen loss. فتفقد اللون الأحمر هذا سواء على السطح متاعها الهيومن، هذه إيش؟ هذه Major Histocompatibility Complex. ما فيش أي أنتيجين هنا ولا الخلية تحتوي على أنتيجين. فالسؤال الخلايا المناعية هذه لن تستطيع القدرة على أن تتعرف على الورم، وبذلك الخلية الورمية هذه أو السرطانية تتجنب الجهاز المناعي. This is called lack of T cell recognition. كلمة recognition معناها التعرف على الورم، وهذه تعتبر وسيلة خبيثة جدا. زي مثلا ما واحد صديقك وصفته قلت له فلان فلاني اللي انت تبي تقابله راهو يلبس جاكة لونها بنية وراهو قاعد في المكان الفلاني، فيجي يمشي صاحبك على اساس انه يدور على واحد لابس جاكة بنية، جاك صاحب صديقك هذا يقعد مكار عشان ما يبيش حد يتعرف عليه يلبس جاكة سوداء ولا جاكة حمراء، فصديقك مش حيتعرف عليه لانه هو ما هوش معلم نفسه، ما هوش دير تاجينج لنفسه، لذلك he will not be recognized. ريكوجنايز معناها يتعرف عليه. الطريقة الثانية هو أن الأنتيجين جوا الخلية الورمية يكون موجود ولكن يصير له internalization، ما تطلعش الخلية على السطح متاعها، بأن الخلية الورمية ببساطة دارت under expression المان للميجر هيستوكومباتيبلتي أنتيجين اللي هو هذا الذراع الخضر هذا، ما طلعتش، فيجد الأنتيجين hidden. hidden إيش معناها؟ مخفي، مخفي. فthis is a class 1 major histocompatibility antigen deficient tumor cells. deficient معناها غائب او ناقص. فthere will be a deficiency of the class 1 major histocompatibility complex. لذلك الخليه المناعيه هذه T لن تتعرف على التيومر سيلز. and this is called lack of T cell recognition of the tumor. برضك اذا النمط الاول الخليه السرطانيه دارت under expression of the tumor antigen لذلك صار lack of T cell recognition to the tumor. في الميكانيزم الثانية صار mutation of the mutation or loss of the major histocompatibility antigen class 1 leading to lack of T cell recognition to the tumor cells. النوع الثالث الخلية السرطانية وقحة زي ما نقولوا نحن، قاعدة عندها major histocompatibility complex وكذلك عندها antigen،
وجت الخلية تتعرف عليها فأطلقت tumor cells some cytokines which is immunosuppressive. وكأن الخلية السرطانية تقول لها صح انا عندي انتيجين ولكن خطيني تباعدي عليا. فذس المادة الصفراء هذه البقعة الصفراء هذني من جتهن الخلية السرطانية عشان تدير suppression تثبيط لل T cell cytotoxic T lymphocyte KTL cytotoxic T lymphocyte CTL KTL. او ان التيومر سيلز تكون رابط نافر منفر يسمو فيه انهبيتوري ليجند او ليجند حيسبب ان يرتبط بريسبتر معينه على التي ليمفوسايت اسمها انهبيتوري ريسبتر. فالانتر اكشن بين ذا انهبيتوري ليجند اند انهبيتوري ريسبتر ويل ريبل ينفر الخليه التي ليمفوسايت من التيومر سيلز. اذا في الاحتمال الاخير اللي هو هذا الخلية السرطانية جريئة أو وقحة مكونة ميجر هيستوكوماتي كومبلكس كلاس 1 ومكونة الانتيجين ولكنها استطاعت بتو ميكانيزم وهي انهبيتوري ليجند اند انهبيتوري ريسبتر والاميونوسبريسيف سايتوكاينز تو انهبيت ذا تي سيل اكتيفيشن. فتلاحظ بأن النمط الأول والثاني الخلية السرطانية صار لها لاك خلية تي ليمفوسايت عفوا اللي هي تي كيتل سي تي ال صار لها lack of T cell recognition of the tumor by underexpression of major histocompatibility complex or the tumor antigen. While في النمط الأخير صار inhibition of T cell activation because of either inhibitory ligand interacting with corresponding part of inhibitory receptor or immune suppressive agent which is released from the tumor cells inhibiting the cytotoxic T lymphocyte KTL. فالنمط هذا هو اللي يسبب ميكانيزم يخلي الخلية السرطانية تتجنب الجهاز المناعي أو تخلي الجهاز المناعي يفوت عليه الخلية السرطانية وتسبح الخلايا في الدم وتصل إلى المكان البعيد. What is the epidemiology of the neoplasia؟ خلينا نشتغل بشكل logic أو يعني بالتاريخ أو الهيستوري. قبل smoking of the cigarette ما كانش فيه سرطان واجد. بعد السيجارت سموكينج في القرن السادس عشر بدأ كثير من الناس يصابوا باللنج كانسر وهذا لينك يؤكد وجود الابيديميولوجي. طبعا كلمة ابيديميولوجي الابيديميولوجي ابيديميولوجي هو علم الوبائيات أو علم تاريخ الوبائي. كل سرطان القولون وخذينا من قبل تذكر السعودية العربية يستخدموا في الكبسة واللحم وكذا لذلك ينتشر عندهم قولون سرطان القولون. إذن أي نقص في الألياف الغذائية مع زيادة في الدهون الحيوانية يزيد من فرصة السرطان القولون وهذا يؤدي إلى evidence دليل بأن هناك link between the etiology and the substance which caused the cancer that is called carcinogen. تنخذوه بعد شوي. طبعا لا شك بأن في عوامل وراثية ومناطق معينة في العالم جغرافية تؤدي إلى انتشار سرطان معين في مكان معين. كذلك اللي خلى في يجد في عندنا نحن evidence وعلامات في السرطان هو أن كثيرا من الأشياء اللي نحن خذناها المحاضرة اللي فاتت سميناهن ال precancerous condition أو preneoplastic lesion خذناهن هي عبارة عن lesion وجودهن في جسم الإنسان يزيد من فرصة الإصابة بسرطان المعدة أو القولون أو غيره وغيره. وخذنا على سبيل الذكر للحصر السكويمس ميتابليجيا والكولمنر ميتابليجيا والفيلس كولونيك أدينوما وال تقريبا خذينا هو بالضبط هذاني يعني فوجود البري اكزيستينج ليجن ويتش كان بي بري كانسرس يعني وجودها يسرع ويزيد من فرصه الاصابه بالسرطان يدل على ان السرطان ليس مرض عشوائي انما هو مرض ايش سببي. هناك عده مسببات اللي خلينا توا ندرس علم الوبائيات للسرطان. خذينا الصوره هذه من قبل وقلنا الجزء الأول هذا على الانسيدنس يعني حدوث السرطان أما جزء اليسار هذا على الوفيات من السرطان. فكتلاحظوا أكثر
سرطان شائع في الرجال هو ليس اللانج ولكنه البروستيت. بس هنا ليش درسنا اللانج كنوع مخصص؟ اللانج 14% من سرطانات الرجال لانج، و 28% من وفيات الرجال متاعات الكانسر عبارة عن لانج كانسر. معناها ان اللانج ليس الاشيع في الرجال ولكنه الاشيع في القاتل، هو اكثر سرطان يقتل في الرجال. اما في النساء الاشيع في الحدوث ليس اللانج وانما ايش؟ بريست. 29% من سرطانات النساء بريست، ولكن اللانج يحدث بنسبة 13% ولكنه الاشيع في القاتل. فالسؤال من هذه السكتش هذا اللي قدامنا نستنبط معلومة معينة، هو أن سرطان الرئة هو الأشيع في القتل لدى both male and females، ولكنه ليس الأشيع كحدوث. الحدوث الأشيع في الرجال هو البروستيت، والأشيع في النساء هو breast. لذلك ضروري أن نفهم المواضيع كما هي. فتلاحظوا بأن البروستيت أشيع في الرجال كحدود ولكنها لا تقتل بكميات كبيرة، 10% فقط تقتل. أما هنا اللانج تقتل بنسبة 28% من التوتال كانسر مورتاليتي اللي هو وفيات نتيجة السرطان. وكذلك البريست هي الأشيع في الحدوث لدى النساء ولكنها لا تقتل. نسبة الكانسر اللي موتوا من البريست 15% of cancer of the female died because of the breast carcinoma. وهذه الخريطة اللي قلناها من قبل لا شك أن في توزيع جغرافي، في مثلا الأمريكتين فيهن prostate cancer، كذلك في أوروبا ببساطة لأنهم يعيشوا واجد، واللانج موجودة في شمال أفريقيا وفي آسيا نتيجة التدخين. استومك موجودة في المناطق اللي يأكلوا فيه مأكولات بحرية واجد زي إيران وكازاخستان، منتصف أفريقيا موجود فيها الليفر، حنشوفوا بعد شوية لماذا الليفر موجود في منتصف أفريقيا سرطان الكبد، والبلدر كانسر موجود في مصر نتيجة البلهارسيا أو البلهارسيسيس باهي. وهكذا هناك ارتباط وثيق جدا ما بين بعض السرطانات وبعض الجغرافيا نتيجة environmental factors، عوامل إيش؟ يا أما تكون عوامل environmental بيئية أو عوامل قد تكون وراثية، لأن أنتوا عارفين مثلا العرب مثلا ساكنين وين؟ في منطقة شمال أوروبا والشرق الأوسط. شفتوا هنا مثلا environmental factor، السعوديين أكثر منطقة في العالم فيها سرطان القولون، عارفين ليش؟ لأن السعوديين يأكلوا في دهون حيوانية واجد بكل سمن ولحم، وسواء كان بقر أو ماعز أو يعني ما غنم، ويأكلوا في كميات قليلة أقل بكثير من الألياف الغذائية. عموما ايش الجيوغرافي اند كانسر؟ في مثال معين سرطان الثدي 5 أضعاف حدوثه في امريكا عن اليابان. السؤال ليش؟ خلينا نرد هذه اليابان صح؟ اليابان شائع فيها ايش؟ ستومك كانسر. عارفين ليش؟ لان اليابانيين ياكلوا في المنتجات البحريه غير المطهيه اللي تحتوي على كثير من النايتريت واللي تكون فري راديكلز وتسبب سايتوكسيك انجري اند كانسر. شوفوا اليابان باهي، لكن خلينا مثلا نشوفوا مش كاتبين هنا البريست صح؟ تمام مش كاتبين هنا البريست تمام، لكن خلينا نقارن ونقول بان اليابان اقل 5 أضعاف من حدوث سرطان الثدي من امريكتين او امريكا الشماليه. فعكسها استومك كانسر، استومك كانسر اليابان 7 أضعاف حدوث حالات الستومك كانسر في اليابان عنها في أمريكا. يعني عكس، الأمريكان يصير لهم سرطان ثدي واجد واليابانيين يصير لهم سرطان معدة أكثر. معناه الموضوع له علاقة بالجغرافيا. شن داروا؟ داروا تجربة ذكية، جابوا وحدين يابان هجروهم إلى أمريكا فيعتبر هضمي second generation Japanese صح؟ وحسبوا فرصة الإصابة بسرطان الثدي لدى هؤلاء البنات اللي هجرن من منطقة اليابان اللي عندها أقل فرصة سرطان ثدي في العالم إلى أمريكا اللي عندها
أعلى نسبة سرطان في العالم. بعد حوالي 40 إلى 50 سنة وجدوا بأن اليابانيات اللي هاجرن من اليابان إلى أمريكا اكتسبن نفس الفرصة الإصابة بسرطان ثدي وأصيبن بسرطان ثدي. ليش؟ معنى العملية ما لهاش علاقة بالوراثة، لها علاقة باللايف ستايل أو الانفايرمنت. والعكس صحيح، جابوا أمريكان حطوهم في اليابان فرصة إصابة السرطان المعدة وجدها عالية. فمثلا الليفر كانسر حنشوفه بعد شوية ليش شائع في أفريقيا. شوفوا هذه الصورة، هذه اللون البيربل، أفريقيا صح؟ منتصف أفريقيا زي موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر والكونغو، تمام؟ والبريس أدينوكارسينوما حسب وجودنا قعدة 12 سنة في السويد، شائع جدا أنه يحدث في السويد ستوكهولم عن طبرق. حالات السرطان الثدي في طبرق ليست كما يحدث في السويد. ببساطة جدا النساء الطبرقيات يتزوجن بدري ويجيبن أطفال كثر وفي نفس الوقت يرضعن، عكسها النساء السويديات ما يتزوجنش بدري، يتزوجن متأخر جدا ويجيبن أطفال بعد سن 35-40 سنة، وكذلك ما يقومنش بعملية الرضاعة. إذا عملية الرضاعة تحمي المرأة من سرطان الثدي، و الولادة المبكرة للمرأة وما تكون في عمر صغير كذلك تحميها، وتعدد الميلاد. انتوا عارفين ان المرأة الطبرقية يجيبا في 5-7-10-11 طفل، لكن السويدية ممكن تجيب طفل ويا دوبك الطفل الثاني. فهل هناك رول اوف لايف ستايل؟ هل هناك يعني في من منكم يقول لي كيف تربط السرطان بالجغرافيا؟ العملية مش سياسة. لا هي مش سياسة، ولكن هناك رول اوف لايف ستايل، نمط الحياة. ايش تاكل؟ تريض ولا لا؟ تشرب في كحول ولا لا؟ تدخن؟ السهر؟ النوم؟ الاستيقاظ؟ التغذية على الالياف الغذائية؟ الدهون الحيوانية؟ المأكولات البحرية؟ غيرها غيرها. في اشياء كثيرة تحكم حياتك بالصحة في حياتك عن ما تفعله يوميا انت، اللي يسمى بنمط الحياة او ما يسمى بلايف ستايل. So what is the genetic etiology of the cancer؟ نحن أول ما خضينا قلنا لا محالة بأن الكانسر is a genetic disease، يعني مستحيل الخلية السرطانية أول ما تكون تكون المادة الوراثية متاعها هي الدين اي طبيعية، بالدليل بأن الكانسر دائما يحدث بعد الانفجارات النووية والتلوث الكيماوي اللي يسبب mutations، يعني طفرات في الدين اي of the normal cells، لذلك يتكون الكانسر. So is there any hereditary component؟ يعني ايش hereditary؟ يعني بان الكانسر is transmitted from one family member to the others، اللي هم يسموا فيهم parents الاب والام. كلمة parents معناها الوالدين. To the offspring، كلمة offspring معناها الذرية، اللي هي البنات والاولاد اللي هم الذرية. هل هذا يتبع medical genetic manners؟ وجدوا بأن some cancer are hereditary، يعني وراثية أو familial أسرية، وبعض الكانسر كانهن لا ليس لها علاقة بالوراثة ولكنها تنتشر بشكل sporadic. بشكل إيش؟ sporadic يعني غير وراثي أو عشوائي. This cancer has no hereditary link. فلبعض الناس لو قال لك أنت السرطان وراثي يقول له بعض السرطانات تنتشر بشكل وراثي وبعضها لا. ففي السؤال هذا عملي كم انتو يعني ممكن تسألوا عليه الأطباء زملائكم أو بعض الناس اللي هم عندهم خبرة بالإحصاء في مركز طبرق طبي أو بقية مستشفيات ليبيا. What are the most common malignancies or cancer in طبرق in ليبيا؟ أكثر سرطان شائع في طبرق وأقل سرطان شائع ممكن تجاوبوني عليه أول ما تقابلوا في الكلية ونديروا مراجعة. الاتيولوجي اوف ذا كانسر، اول عامل هو العمر. الكانسر ريسك انكريز از ذا بيشنت بيكام اولدر، كل ما كان الانسان اكبر في السن كل ما فرصه اصابته بالسرطان زادت. ففرصه الاصابه لشخص عمره 55 سنه بسرطان اكثر بكثير لشخص عمره 10 سنوات. ببساطه جدا الدي ان اي كل ما كان قديم كبير في السن كل ما تكون فيه سوماتيك ميوتيشنز، يعني طفرات وراثيه اكثر، وهذا طبعا يسبب في فرصه التحول خلية عاديه الى خليه سرطانيه. كذلك الاميونيتي، مناعه شخص عمره 18 سنه
تمام، مستحيل تكون زي شخص عمره 60 او 70 سنه. لذلك الاميونيتي which fight against cancer is more in younger patient or people than the people who are older. فعلى مع النقطتين هذه هي المناعة والعمر، مما يسبب somatic mutations الطفرات الوراثية. بالرغم من ذلك فيه سرطانات ما تكونش إلا في الأطفال، فمثلا اللوكيميا is very common in the children زي الأكيوت lymphoblastic leukemia. ممكن نكتبوها هذه such as such as acute lymphoblastic leukemia ALL. و another tumor which is at the region of the cerebellum المخيخ اسمه الورم medulloblastoma. Medulloblastoma is the commonest pediatric malignancy in the brain tissue. كلمة بيدياتريك هنا معناها أطفال، عارفين كلمة بيدياتريك إن شاء الله في سنة خامسة ممكن أنتوا نظام الموديول يختلف هتاخذوا أجزاء في دراسة الأطفال فنسموها بيدياتريك، والعلم نفسه اسمه بيدياتريكس. فالهيريديتري بريديسبوزيشن أور مانر أنماط الوراثية للسرطان تقسم إلى كم نوع؟ إلى أربع أنواع. نمط أوتوسومال دومينانت يعني 50% من الناس يصابوا و 50% لا يصابوا. اما الاوتوسومال ريسيسيف 25 يصابوا و 50% ينقلوا المرض. الاكس كروسيسيف ديس اوردر اكس لينك زي تنتقل عن طريق الكروموسوم اكس للميل، فتكون المراه هي الحامله والمصاب هو الطفل الذكر. والفاميليا كانسر اوف انسرتن انهيرتنس معناها ملهاش علاقه بكون الكروموسومات اوتوسومز دومينانت ولا ريسيسيف ولا اكس لينكت. يعني النمط الاول يعتمد على وجود دومينانت كاركترستكس. انا ما نقدرش نشرح من جديد ايش معنى كلمه دومينانت جينيتك كاركتر، لاني مو مفترض بانكم انتم خذيتوا جينيتك صح ولا لا، خذيتوها ولا لا في الهيستولوجي. ايش معنى كلمه اوتوسومال دومينانت وايش معنى كلمه اوتوسومال ريسيسيف؟ الصفه السائدة والصفة المتنحية. السائدة تسمى dominant والمتنحية تسمى recessive، وأي صفة وراثية تصنف على الكروموسوم X تسمى X-linked، لها علاقة بكروموسوم X اللي هو جي منين؟ من الأم صح؟ لذلك الأم في الخيار الثالث، الأم هي اللي تنقل المرض ويصاب به الأطفال الذكر اللي هم الذكور. So this is the first point in the etiology of the cancer. السؤال، نحن من بدري قلنا there is quite strong link between genetic mutations إذا كان somatic mutations with the cancer. ف DNA damage الموضوع هذا درسوه أول ما يصير في انشطارات نووية زي مثلا في هيروشيما وناجازاكي سنة 1945، وزي في انفجار المعامل النووي تشيرنوبل سنة 1986، وانفجار التسونامي المصانع النووية في منطقة جنوب شرق آسيا في 2004. هذاني خلن في دليل على أن بعد الانفجارات النووية يحدث أن DNA يتكسر وينتشر حدوث كثيرا من الأورام. ولكن الحاجة اللي هو وراثية معروف عليها هو أن هناك بعض المتلازمات الطبية زي الحالة هذه، البنت هذه، شوفوا البنت هذه الوجه متاعها مبقع صح؟ There is a flickering and skin hyperpigmentation. إذن there is a skin hyperpigmentation. في متلازمة، المتلازمة هذه يسموا فيها XP زيروديرما بيجمنتوزا. زيروديرما بيجمنتوزا كلمة زيرو باللغة اللاتينية معناها dry جاف، زيرو derma باللغة اللاتينية skin جلد، pigmentosum معناها المتبقع، معناها المتلازمة هذه اللي لها علاقة بالكانسر والدين اي دامج تسمى XP. زيرو derma pigmentosa معناها الجلد الجاف المتبقع. فجلد البنت هذه بالفعل متبقع وهو ينتقل عن طريق الأوتوسومال ريسيسيف. شن معناها؟ إنه 50% ينقل المرض و25% فقط يصابوا.
ولها علاقة بأن المريضة هذه إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية فإن الجلد متاعها يصاب ب DNA damage و there is failure فشل في إصلاح DNA damage لديها. ففي إنزيم اسمه Ultraviolet Sensitive Endonuclease في عند المرضى هذول اللي هم ال XP xerodermatosis يكون deficient or altered. لذلك المرضى هذول يصير لهم في skin cancer زي squamous cell carcinoma or basal cell carcinoma basalioma or malignant melanoma أول ما يتعرضوا على شمس بكميات كبيرة. تمام. الفاميليا كانسر سيندروم حكينا عليه من قبل كنت تذكروا هنا قلنا يا أما يكون الأوتوسومال دومينانت or autosomal recessive or related to the X chromosome X-linked recessive disorders or the inheritance pattern is uncertain غير واضح ما هواش autosomal dominant وما هواش autosomal recessive وما هواش X-linked. فالسؤال الفاميليال هيريديتري كانسر usually in some condition there is uncertainty عدم وضوح. كثيرا من الكانسر زي الكولون breast ovary and the CNS like brain usually they have uncertain origin. فالسؤال الذي يفرض نفسه والآن نبي نسألكم سؤال. انت كطبيب قاعد في العيادة الخارجية جاك شخص معين عنده سرطان وسألته قال لك عند أمي عندها وخالتي عندها وعمي عنده وخالي عنده وأخوتي الاثنين أصيبوا ولد أخوي أصيب. إذن هنا أنت تتعامل مع سرطان وراثي. فأنت كدكتور في الطب قاعد في عيادة معينة أنت تشك when you suspect تشك في وجود سرطان وراثي أو سرطان أسري يعني ينتشر عن طريق من الـ parents الأباء إلى الـ offspring إلى الذرية. أول شيء كثيرا من السرطانات الوراثية يحدثن في عمر مبكر يعني قبل سن 15 سنة ف early age of onset of the tumor. number 2 أي tumor bilateral يعني مثلا الثدي يكون في الثدي الأيمن الثدي الأيسر الغدة الفوق كلوية suprarenal or adrenal يقعد في الـ right والـ left adrenal والله الأعضاء اللي هن المزدوجة زي الكيدني bilateral renal والله الparathyroid gland يقدم فيه affection to the old parathyroid وهكذا. إذن bilateral anatomical disease of the neoplasia favor يؤكد أن التيومر هذا قد يكون وراثي أو أسري. إذا كان التيومر نفسه متبقع موجود عليه عدة بقعات داخل العضو نفسه يعني تلقى مثلا two separate tumor في البرست والله two separate lesion في الكولون and this is called multifocality or multicentricity. Multifocality or multicentricity means that the tumor is multiple or multifocal. Multifocal أكثر من بقعة في نفس العضو ولا أكثر من center في نفس المكان واللي هو يسمى multicentric. إذا كان حدثت في أكثر من sibling اللي هم relatives الأقرباء أو الأخوة والأخوات زي sibling siblings أخوة وأخوات و relatives الأقرباء إذا حدثت بين أكثر من قريب في أسرة واحدة نشكوا بأن هناك ورم وراثي. تمام. فلو سألكم قول لكم in general when would you suspect hereditary family cancer syndrome قول له number 1 early age of onset العمر المبكر number 2 bilaterality of the tumor أن يكون tumor في الجهتين number 3 multicentricity and multifocality of the tumor أن يتكون في أكثر من بقعة داخل العضو نفسه رقم 4 أكثر من family member في الأسرة الواحدة سواء كانت أقرباء الدرجة الأولى والثانية مصابين بهذا السرطان. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الهيستولوجيكال سبيكتروم أوف ذا ديزيز اللي هو الكانسر and the metastatic cascade اللي هو عبارة عن جزء من الكارسينوجينيسيس إن شاء الله حنبدأ فيه بعد شوي. فالسؤال لو شفنا قضينا الصورة هذه لـ benign tumor of the cartilage اللي هي الكوندروما فتلاحظوا بأن الكوندروما هنا منظرها زي الماتيور كوندروسايت this is the capsule and this is the كوندروسايت وهذه الاكستراسيلولار ماتريكس اللي هو نورمال. فالبناين كوندروما closely resemble the normal cartilage شكلها زي الغضروف العادي تختلف واجد لو شفتوا هذا this is a malignant chondrosarcoma. ف
فالخلايا هايبر كروماتيك وعندها بلايمورفيزم وعندها مايتوسيس وعندها هايبر كروماجيا او هايبر كروماتيجيا. So the tumor is malignant by feature. ونحن قلنا الصفات المالجنسي اللي خذناها من قبل عبارة عن mitosis, hyperchromatasia, altered nucleus endoplasmic ratio, and loss of cellular polarity, plus nuclear and cellular pleomorphism. فهذين كلهن يخلن الصفات نحن في اتجاه ان الصوره هذه ما هياش بناين انما مالجن. نشوف الفرق ما بين هذه وهذه. هايبر سيلولاريتي خلايا وجدات، هايبر كروماتيك ومايتوسيس، والخلايا شكلهن بيزار. بيزار معناها غريب، بيزار شيبت معناها شكلهن غريب، والخلايا هايبر كروماتيك اند الاكسترا سيلولار ماتريكس عباره عن شحيحه ما هياش واجده. معناها معظم الشريحه اكسترا سيلولار ماتريكس. فيخلي نحن نحكمه بان الجانب الايمن هذا نورمال لوكينج normal cartilage which is called benign chondroma while this one is chondrosarcoma. So this is a spectrum of the disease itself which is the neoplasia. هذا طيف مفروض نعتبروه بأن نحن الهيستولوجي يختلف من نسيج إلى آخر. فهذا أعطيت كمثال نسيج واحد اللي هو الكوندروما and chondrosarcoma. شوف كيف اختلفان عن بعض. توا نجو للجزء المهم عندنا في الكارسينوجينيسيس وهو كيف الخلايا السرطانية ايش يصير لها تنتشر. هذا ما يعرف بمتسلسلة الميتاستاسيس. فشوفوا الصورة هذه لبرايمري تيومر. هنا تيومر سيلز which has been transformed from benign to malignant cells. المالجنان سيلز غزت الممبرين هذا. ايش اسمه الممبرين هذا؟ اسمه البيزمنت ممبرين او لامينا بروبريا. It has invaded the tumor cells, the membrane, into the matrix. وهذا هو البيزمنت ممبرين اللي حكينا عليه تو. أول شيء ماشي في اتجاه الوعاء الدموي، في نفس الوقت هي تنمو ينقصن عليها المواد الغذائية والأكسجين. فطلبت من الوعاء الدموي أن يعطيها فرع من البلود فيزلز. البروسس هذه سمعناها في المحاضرة اللي فاتت أنجيوجينيسيس. اللي هي promoted basically by some chemokines and enzymes which stimulate the budding of the pericyte and the endothelial cells. The process هذه سميناها endothelial budding and the process is called angiogenesis. إذن the clonal expansion of the cells وكلمة clone معناها مستعمرة من الخلايا. تلاحظوا بأن الخلايا هذين كلهن طلعت من خلية واحدة. مما يدل بأن cancer is a single cell disease. فيصير في angiogenesis ويصير في formation of subclone مستعمرات ثانوية وتتجه ناحية الوعاء الدموي ويصير في loss of adhesions وتقعد الخلايا كانهن متبعدات من بعضهن. تتذكروا الخلايا هنا كانت ملصقات مع بعضهن كلهن، لكن بعد ما اتجه السرطان إلى الوعاء الدموي الخلايا انكرن بعضهن وأصبحت loosely attached عشان تكون حاجة اسمها invasion. وعبرت المنطقة هذه، المنطقة هذه إيش اسمها؟ اسمها extracellular matrix. ودخلت الوعاء الدموي عبر البلود فيزلز وتعرفت على الليمفوسايت اللي حيصير الافويدنس اوف ذا اميون سيستم. كيف تتجنب الجهاز المناعي بان هي تدير اندر اكسبريشن تو ذا ميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس ولا تدير داون ريجوليشن تو ذا تيومر انتيجين ولا اب ريجوليت ذا ليجند اور اميونوسبريسيف سايتوكاينز. عموما الخلية بعد ما تسبح في الدم، هذه خلية لمفاوية وهذه خلية سرطانية، تتجاور معها وتكون حاجة اسمه فيها تيومر سيل ترومبوس. بالفعل الخلايا تم أن يسبحن في الدم وقعدت على الخلايا السرطانية، كذلك جاورتها شوية خلايا لمفاوية. This is the host lymphocyte. host معناها العائل. ولصقن عليها شوية platelets. So this is called tumor cell embolus، يعني الخثرة السرطانية. وتقعد تعوم 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 في الدم تعوم، هذا الوعاء الدموي صح؟ لأن ما توصل إلى العضو اللي احنا قلنا عليها من مصلحتها أن توصل فيه، وهذه يسمى فيها الثيري النظرية، هذه اسمها نظرية البذرة والتربة الخصبة seed and soil theory، إلى أن تكون metastatic clone which is resident، تقعد تستقر مرة أخرى. فميتاستاتيك ديبوزيت تكون بقعة نقلية في مكان بعيد عن مكان البرايمر ها. وهذا هو تعريف من الميتاستاسيس. قلنا نحن ميتاستاسيس
إما عن طريق اللمف ولا عن طريق البودي كافيتي which is called transcenomic ولا عن طريق البلد اللي هو microspread by the microscopic cells زي هنا أو microspread like renal cell carcinoma toward the inferior vena cava throughout the renal vein اللي هو سميناه النمط هذا snake-like appearance or the microspread of the snake-like fashion of RCC renal cell carcinoma. So again, after the formation of the blood vessels, there will be a growth of the primary tumor هنا إلى من جديد ويكون ورم في مكان بعيد عن مكان الأساسي اللي منه التيومر. وهذه هي الفلسفة من انتشار السرطان، هو أن السرطان في المكان البرايمري بتاعه لقى الظروف ما عادش يساعده، الهواء أقل عليه والأكسجين والنيوتريت ماتيريالز المواد المغذية وكل الأشياء، لذلك انتقل عبر عن طريق الدم هنا في بروسيس وفي كاسكيد. كاسكيد معناها متسلسلة. تلاحظوا بأن أول خطوة هو الكلونال اكسبانشن، ثاني خطوة هو formation of certain subclones of the tumor cells to invade the basement membrane ويصير في loss of adhesion of the extracellular matrix. بعدين يصير في extravasation. ايش معنى كلمة intravasation؟ intravasation يعني تدخل الوعاء الدموي الخلايا السرطانية، وبعدها interact with the both host lymphocyte and the platelets to form the tumor embolus which circulate in the blood reside at the end by the process of extravasation. تلاحظوا هنا التيومر دخل الوعاء الدموي، نسمو الخطوة هذه intravasation، دخول الوعاء الدموي. أما هنا طلع التيومر من داخل الدم إلى الخارج فتسمى البروسيس extravasation وتكون ميتاستاتيك ديبوزيت وتكون أوعية دموية من جديد. فتلاحظوا بأن الأنجيوجينيسيس تتكون على خطوتين، خطوة في البرايمري تيومر وخطوة بعد formation of the metastatic deposit. فالانجيوجينيسيس will require both in the primary tumor and the metastatic deposit and formation again to back to the normal growth of the tumor to the anatomical far side يعني مكان بعيد بالشكل الوراثي. وهذه هي الخطوات اللي حكينا عليها توا. يحدث lose of the cell-cell interaction ويتفرفرن الخلايا من بعضهن ويطلعن ويدير ديجريديشن يذوب الاكسترا سيلول ماتريكس، تمام. وعشان الخليه تتحرر من لصقه اللي تربطها بالخليه المجاور لها، انتم عارفين بان في بروتين حاعطيكم من الدكتور احمد جود اعتقد في الهيستولوجي which is part of the zonula adherence. البروتين هذا يسموه في intercellular cell adhesion molecule اسمه ecadherin. ecadherin usually في الميتاسيس شنو يصير له؟ يصير له loss. زي ما انت تفك في شيئين من بعضهم ضروري تفتحهم من بعضهم. فالخلايا هنا عشان يبقى ينفصلا من بعضهم ضروري يتحرن من الماده الملصقه سمنت، الماده الملصقه ما بين خليه والخليه اللي هي جزء من الزونيلا نسمي فيها ال adherent junction او ال زونيلا اوكلودنس، الاوكلودن جانكشن، والله زونيلا ادهيرنس اللي هي الادهيرنت جانكشن. لذلك اتوقع بان البروتينات اوف ذا انترسيلولار سيل اديشن مولكيول زي الايكاديرن يصير لهن لوس، وبعد يصير ديجريديشن الاكسترا سيلولار ماتريكس. هذه تذكروا ضروري تذاب عشان الخليه تتحرر وتنتشر عن طريق الحركة إلى blood vessels اللي هي process of intravasation. وبعدها يصير في release of growth factor عشان يسبب في growth expansion of the clone with chemokinetic agent. أو على فكرة أو ما تسمعوا مش عارف الدكتور أحمد جود أعطاكم inflammation وقال لكم إيش معنى كلمة chemotaxis أعتقد صح؟ قال لك chemotactic agent or chemotaxis any chemical substance which is getting attracted to the chemotactic ايش جريدينت عشان يجذب الخليه الى ان تتحرك الى مكان معين يسموا فيها الكيموكاينيسيس. اعتقد مفروض الدكتور احمد جوده يكون شارح لكم الكيموتاكسيس والكيموتاكتيك ايجنت والكيمو اتراكتنت ايجنت عبر الجزء اللي اعطاه لكم في اول اسمه انفلاميشن. الفاكتور اللي ساعد على تكوين الاوعيه الدمويه سواء في البرايمري تيومر هنا ولا في السكندري نسموا في انجيوجينيك فاكتور اللي هو يساعد على حدوث خطوة من تكوين الأوعية الدموية سواء للبرايمري تيومر أو للسكندري تيومر. الخطوة هذه يسمو فيها
angiogenesis. Angiogenesis. وهي process of new vessels formation. New vessels formation. آخر حاجة هو استقرار الميتاستاتيك كلون إلى العضو معين اللي هو يسموه فيه organ tropism. فالسؤال إيش اللي يخلي الخلايا السرطانية هنا بتاعت اللانج ما تمشيش إلا للأدرينال ولا للسينس، والبرست والكولون ما يمشنش إلا لللانج والليفر. هناك قابلية للخلايا السرطانية بأن تعيش في تربة مخصصة معينة، وهذه الثيري درسوها واجد وتعبتهم ودرسوها عدة سنوات، لقوها عملية تسمى فيها تخصص وجهة الورم، organ tropism. organ tropism، tropism معناها الوجهة. زي ما انت مثلا وصديقك تطلع من حافلة ماشية من طبرق الى بنغازي، في وحدين ما يبوش بنغازي، يبوا البيضة او يبوا المرج، فهم يوقفوا امتى؟ اول ما توقف الحافلة بيهم في البيضة ما يبوش البنغازي، اما اللي ماشي البنغازي فيقعد في الحافلة طول الوقت عشان يراجي بنغازي اول ما تجي ويوقف فيها. فthis is called seed and soil theory، نظرية البذرة والتربة الخصبة. أما الآن فنتجه إلى الجزء الأخير من المحاضرة الثالثة في النيوبليجيا، وهي الكارسينوجينيسيس. طبعا جزء من الكارسينوجينيسيس وجيناتيك أسبكت already covered في محاضرة اليوم اللي حكينا فيها على الجيناتيك كانسر ترانسميشنز، وكانت أوتوسومال دومينانت or autosomal recessive or familial cancer syndrome that transmitted of uncertainty or uncertain way. وحكينا على الميتاستاسيس كجزء من الكارسينوجينيسيس، ولكن توا نبي نحكوا على المسببات الأساسية للسرطان، أو كيف يتكون السرطان، أو ليش يتكون السرطان، وليش شخص معين يحدث عنده سرطان والشخص الآخر ما يحدثش. The process of the formation of the cancer is termed as carcinogenesis. كلمة كارسينوجين معناها سرطان. سوري. جينيسيس هي كلمة جينيسيس. كلمة جينيسيس G-E-N-E-S-I-S. وهي عملية تكوين السرطان. أو بدء تكوين أو خلق السرطان. كيف يخلق أو يتكون السرطان. الآن تحدثنا طبعا على الدي ان اي دامج، وتحدثنا على الهنت اوف ذا راديويشن، وحكينا على بعض المسببات الجغرافيه زي اللايف ستايلز والنيوتريشنال فاكتورز اند ذا انفايرمنتال فاكتورز. الان ما هو بعض المسببات التي تسبب سرطان وهي من الكائنات الدقيقه؟ ان شاء الله الدكتور عيسى، او اصلا الدكتور عيسى نوح اصلا عطاكم الميكروبيولوجي، فعطاكم شيء اسمه بكتيريا، شيء اسمه فيروس، شيء اسمه فانجس، وشيء اسمه الجي، لان الكائنات الدقيقه او الميكروبيولوجي مايكروبيال اند باثوجين. فاذا كان الميكروب سواء كان فيروس او بكتيريا سبب سرطان في اللحظه هذه نسمو فيه مايكروبيال اونكوجين. إذا كلمة أونكوجين إن شاء الله في المحاضرة الجاية حندرسوا بعض الأشياء، وممكن في محاضرة اليوم أعتقد حندرسوا إيش معنى كلمة أونكوجين. فأونكوجين هو المسبب للسرطان، وتكتب كالآتي O-N-C-O-G-E-N-E أونكوجين. فالميكروبيال أند فيرال أونكوجين مثال عليها نمبر 1 هيومن تي ال في 1 اللي هي هيومن تي لمفوما فيروس 1. احيانا ينطقوها لمفوم واحيانا ينطقوها لوكيميا، فغالبا من ينطقوها لوكيميا فتسمى هيومن تي لوكيميا فيروس 1. It causes سرطان اسمه تي سيل لوكيميا. الثاني فيروس يسبب السرطان هو هيومن بابيلوما فيروس which is associated usually with الوورت. ايش معنى كلمة وورت؟ نحن اللي بيين نقولوا الثلال او الثأليل، اللي هو غالبا نسمو فيه في اللغة العلمية أو في علم الجلدية إن شاء الله، وما توصلوا للدرماتولوجي حتاخذوها تسمى فيروكا فالجارس. فيروكا معناها وورت، فالجارس الشائعة، إذن الكومن وورت أو الثأليل الشائعة. ممكن نوريكم صورة هنا أعتقد إنكم حتفهموا
تتأثر الوضع منها. هذني هن التأليل. أكيد عندكم أنتم بعض أقاربكم بعد ما يجي يسلم عليك والله في رجليه تلقى هذا الشكل عبارة عن papules which are verrucated scattered in multiple areas of the body usually caused by human papillomavirus virus اسمه HPV وتسمى التأليل الشائعة الاسم العلمي متاعها verruca vulgaris. verruca معناها تأليل, wart باللغة العربية wart طبعا الـ A بعد ما تنطق الـ W قصدي بعد ما يجي بعدها حرف متحرك تنطق O فنطقها الأصلي هذه ليست wart إنما تنطق wart common wart which is called verruca vulgaris. This is the multiple papules on the dorsal surface والهستولوجي متاعها بهذا الشكل. حنلقى coelocyte which is associated with hyperplasia of the epidermis. فنتلاحظوا بأن الإبيديرمس كان هنا السيلز hyperchromatic و there is a clearance or halo في فراغ حوالين النيوكليوس. فالجزء هذا يسمو فيه ايش nuclear clearing or halo which is histological feature or characteristics of the common wart. الفيروس اللي سبب المأساة هذه او المشكلة هذه فيروس اسمه human papillomavirus serotype النوع 6 و 11. فخلينا back to the viral or microbial oncogene. human papillomavirus is associated with common wart or verruca vulgaris serotype 6 and 11, while the cervical cancer سرطان عنق الرحم لدى السيدات associated with human papillomavirus 16 و 18 و 31 و 33. Epstein-Barr virus, another virus is called EBV. Epstein-Barr virus is implicated in the pathogenesis of many diseases including Hodgkin lymphoma و Purkid lymphoma و nasopharyngeal carcinoma. فتلاحظ بأن nasopharyngeal carcinoma is head and neck tumor. Burkitt is a lymphoma which is non-Hodgkin, while Hodgkin lymphoma is another lymphoma. فتلاحظوا بأن الـ Epstein-Barr virus EBV, Epstein, تلاحظوا بأن هنا تنطق تشا, Epstein-Barr virus is implicated, متهم في الـ pathogenesis of three cancer, Hodgkin lymphoma, Burkitt lymphoma, والنيزوفرينجيال كارسينوما. بعض الناس اللي يصير لهم فيروسات الكبد الـ B والـ C يصابوا بسرطان الكبد, ولذلك وجدوا بأن 70 إلى 85% of the hepatocellular carcinoma is common along with the patient having hepatitis B virus and hepatitis C virus, HPV and HCV. That's why والسؤال اللي توه مزال محير الدكاترة, مش كل مرضى عندهم فيروس الكبد البائي أو جيمي يصابوا بسرطان الكبد, مما يدل على أن الكرونيسيتي أو كرونيك إنفلاميشن حيطلع رياكتيف أكسجين سبيسيز وفري راديكالز يسبب سيتوتوكسيك إنجري أند دي إن إي دامج. فالسؤال يعني مش كل مريض عنده فيروسات الكبد البائي والجيم حيصاب ب سرطان الكبد اللي هو نسمه فيه احنا هيباتسول كارسينوما. على فكرة هيباتسول كارسينوما تختصر دائما باختصار جميل نسمه فيها HCC هيباتسول كارسينوما. فأنتوا إن شاء الله في المستقبل بعد ما يمر عليكم HCC زي الـ RCC رينال سيل كارسينوما اعرفوا بأن الـ HCC اختصار لـ هيباتسولار كارسينوما هيباتسولار كارسينوما HCC. آخر حاجة هو البكتيريا اللي دائما الليبيين يحكوا عليها 24 ساعة هي بكتيريا المعدة اللي اسمها هيليكوباكتر بايلوري البكتيريا الحلزونية. أنا أحيانا يجني عجائز كبار عمرهم 80 سنة وتقول لي يا دكتور أنا شخص عندي البكتيريا الحلزونية. البكتيريا الحلزونية هذه تحت المعدة اسمها H. pylori Helicobacter pylori. الهيليكوباكتر بايلوري في سنة 2005 خلت النوبل برايز كوميتي في كارولينسكا انستيتوت في ستوماك في سوري ستوكهولم يعطي جائزة نوبل لباري مارشال في مكافأة له لاكتشاف بكتيريا H. pylori. البكتيريا هذه عايشة في السب ميكوزا of the many individuals ناس وجدين موجود عندهم البكتيريا هذه اللي اسمها هيليكوباكتر بايلوري عبارة عن جرام نيجاتيف كوكو باسيلس باسيلس و سبايرال يعني حلزونية.
فالبكتيريا هذه متهمة من سنة 2005 في الجاسترايتس، التهاب المعدة، والجاستريك أدينوكارسينوما، سرطان المعدة، وكذلك في لينفوما معينة اسمها MALT مالت ميكوزا الأسوشيات الليمفويد نيوبلاجيا أو ميكوزا أسوشيات الليمفويد تيشيو نيوبلاجيا. نفس السبب بتاع هيباتيتس سي و بي. ليش في هيباتيتس سي و بي؟ ليش مش كل الناس اللي عندهم بكتيريا حلزونية؟ شوف العدد الضخم اللي نحن نعالجه فيه يوميا من الناس اللي عندهم البكتيريا H. pylori، هل كلهم يصير لهم gastric adenocarcinoma يعني سرطان في المعدة؟ أبدا. ولا يصير لهم MALT اللي هو lymphoma of the gastric tissue called mucosal associated lymphoid tissue neoplasia MALT lymphoma MALT lymphoma which is B cell lymphoma. عموما وجدوا بأن most of the effect is due to chronic inflammation that cause إن free radicals منتجات الالتهاب زي reactive oxygen species RAS reactive oxygen species خلينا نسموها هنا RAS ROS اللي هن يسموا فين كذلك free radicals يسبب دامج للميكوزا ويخلن خلايا تتحول إلى خلايا سرطانية. عموما الفيرال and microbial oncogene وجدوا بأنهن عديدة من ضمنهن human T leukemia virus 1 caused T cell leukemia and lymphoma human papilloma virus causing common wart or verruca vulgaris serotype 6 and 11 while serotype 16, 18, 31 and 33 causing cervical cancer or cervix uteri سرطان عنق الرحم للسيدات. فيروس آخر اسمه إبشتاين-بار فيروس يسبب ثلاثة أورام هوشكين لينفوما بيركت لينفوما and nasopharyngeal carcinoma hepatitis C and V hepatitis C and B causing hepatocellular ACC and Helicobacter pylori causing gastric adenocarcinoma at the pylorus and the mucosal associated lymphoid tissue lymphoma or neoplasia. So these are the microbial antigen. وهذا طبعا الصورة اللي اوريدي خذيناها للفيروكا بلغارس وشرحنا عليها المورفولوجي متاعها والهيستولوجي متاعها. So what is the effect of the ultraviolet radiation الأشعة فوق البنفسجية على جسم الإنسان وتأثيرها على أو بتكوينها الكانسر؟ انتوا تلاحظوا بأن natural ultraviolet radiation source of to the skin will cause or increase susceptibility to make malignant melanoma اللي هو سرطان الجلد وسكويموس سيل كارسينوما وبيزل سيل كارسينوما اللي هي خدناها من قبل في اللوكال كانسر يسموه فيها رودنت كانسر. ف the malignant melanoma سكويموس سيل كارسينوما and بيزل سيل كارسينوما are increased by the natural ultraviolet radiation source to the skin. أما ما هو مصدر الارتفيشال ultraviolet radiation يعني الأشعة فوق البنفسجية اللي ايش اللي صناعية فيستخدموا فيهن في علاج السورايسس الأشعة فوق الصوتي فوق البنفسجية علاج السورايسس اللي هو الصدفية وكذلك اللي يستخدموا في الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم المعدات الطبية وكذلك في المعامل الطبية للبحث العلمي الريسيرش سنترز. كذلك بعض الناس اللي يحبوا يخلوا لونهم برونزي أو أسمر يستخدموا في cosmetic ultraviolet tanning machines عشان يديرن اصطباغ الجلد الى لون برونزي او اسمر عشان يكون محبوب. هذني الثلاثة اللي هنا ultraviolet therapy for psoriasis والultraviolet for sterilization of the medical equipment والresearch centers والcosmetic ultraviolet tanning machines هذني source for ultraviolet radiation ولكنه artificial. فالباثوجينيسيس اللي يصير هو ان الالترا فايلت راديشن يسبب دي ان اي دبل ستراند بريك اور دي ان اي دامج خاصه الناس اللي هم جلدهم ابيض على عرضه للتعرض اكثر من الاشخاص اللي عندهم جلد اسمر. اذا الاشخاص السمر على حمايه اكثر من الاشعه فوق البنفسجية اللي هي غالبا تتكون من أشعة الشمس خاصة في الوقت النهاري اللي هو من الساعة 10 في الصبح لعند الساعة 1 في الليل. فمثلا هذا الماشين اللي احنا حكينا عليه توا الماشين اللي حكينا عليه توا
هنديله لها انيميشن بس. تمام، هذه الماشين اللي هي فور اندور سان تانينج. بعض الناس ما يحبوش بشرتهم تكون بيضة، يحبوا بشرتهم تكون خمرية او تان برونزية، فيستخدموا في هذه الماشين اللي تسبب في اصطباغ اللون الجلدي بلون اسمر. والتأثير متاعها هو ان يكون الجلد بدل ما يكون ابيض يكون لونه خمري او برونزي. وهذه بنت سيرت لها skin darkening or tanning after the use of this machine which is indoor، داخل البيت او داخل الحجرة. الماشين هذه تلاحظ فيها لمبات ذني كلن، اشعة فوق بنفسجية واللمبات اللي تحت، فهي ترقد جوا هنا وبعدين يسكروا عليها الكوة هذه، فتقعد زي الصندوق تسبب في تانينج، يعني ان اللون يقعد برونزي. طبعا باستخدام لوشن معين يجذب الاشعة فوق بنفسجية يسموا فيها تانينج لوشن، المحاليل المسمرة اللي تخلي الشخص يتحول الى لون من اللون الابيض الى اللون الاسمر. طبعا احنا سمر من خلقه من عند ربي، لكن الاجانب يحبوا يقعد لونهم اسمر. والماشين هذه يسموا فيها سولاريوم، الماشين هذه اللي ارتفيشال الترا فايلت صورت يسموا فيها سولاريوم. الدي ان اي دامج وجدوا بانه مرتبطه بكم سيندروم في الطب. فمثلا بلوم سيندروم واتاكسيا تيلانجكتيزيا وفانكيوني انيميا وزيريديرما بيجمنتوزا، اذن الاربعه انواع مرتبطات بوجود دي ان اي دامج which leading to cancer due to ultraviolet radiation or other sort of radiation. اللي يحدث انه يتكون دي ان اي which is mutated and damaged due to the level of the radiation either by natural radiation or ionizing radiation. Ionizing radiation اللي هي الأشعة من النووية، الأشعة النووية اللي تنطلق منها أشعاعات نووية هو ultraviolet radiation. في إنزيم أصلا موجود في جسم الإنسان هو اللي يحكم أن DNA يصير له repair، يتصلح بعد التعرض للionizing and ultraviolet radiation. الإنزيم هذا اسمه USA Ultraviolet Sensitive Endonuclease. بعض الناس خاصة في الأتاكسيا تيلانجكتيسيا وبقية السندروم سذني يصير في lack of the USA Ultraviolet Sensitive Endonuclease، وبالتالي يتكون إيش عدة أنواع من السرطانات. سوري معلش. Which are usually related to certain type of the syndrome like Blom syndrome, Ataxia telangiectasia and زيريديرما بيجمنتوزم أو فرانكوني أنيميا. وهذا يسمو فيه دي ان اي ريبير ماشينري ديفكت، يعني عطب في اصلاح الدي ان اي. واحدة من الماشينري المشهورة جدا لاصلاح الدي ان اي هو جين معين، واحد اسمها بريكا 1 and the other is called بريكا 2. بريكا 1 and بريكا 2 are usually genes deeply involved في سرطان الثدي، في ان بعض النساء يغيب عندهن البريكا 1 والبريكا 2 يصير عندهن بريست كانسر. ال inactivation of the tumor suppressor gene بريكا 1 and بريكا 2 especially بريكا 2، فاذا فقدت البريكا 2 اللي هو يعتبر tumor suppressor gene، ليش؟ لانه هو يساعد على اصلاح الدي ان اي اللي تكسر، فيقعد المريض في اللحظه هذه على عرضه بان يصير له دي ان اي دامج ويستمر الدي ان اي دامج من غير اصلاح، فهن part which is called defected DNA repair system، يعني system ما فيش إصلاح للDNA اللي حدث نتيجة الراديشن أو الionizing radiation، سواء radiation by ultraviolet radiation الأشعة فوق بنفسجية ولا الionizing radiation اللي هي الأشعة الإشعاعات النووية. ولذلك النساء هذن يصير لهن bilateral disease يعني bilateral adenocarcinoma و commonly associated with germline mutation of BRCA2 و BRCA1. تذكروا الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أزالت الصدر متاعها الثدي الأيمن والأيسر نتيجة الوجود فرصة أنه هو يصاب بسرطان الثدي. وهذني غالبا البريكا 2 ميوتيشنز جيرم لاين ميوتيشن شائعة جدا عند بعض النساء اللي هن من أصل يهودي، خاصة اليهود اللي ساكنين في منطقة ما بين ألمانيا وبولندا اللي هم يسموا فيهم في التاريخ اليهود الأشكنازيين أشكنازيان جويش أشكنازيان جويش اللي هن عندهم أصلا mutation of the tumor suppressor gene BRCA2 of the breast cancer.
تمام؟ خلينا نشوف بعض الجوانب الكارسينوجينيسيس كتاريخ. هذا الرجل هو سير بيرسيفال بوت، موجود عبارة عن جراح عظام من لندن. الهيستوري بتاع سير بيرسيفال بوت انه هو ربط السكروتال كانسر، سرطان الصفن بتاعت الخصية الرجال، بالهباء اللي هو الرماد الموجود في الكنائس. الكنائس او الـ 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 مش الكنائس اللي هن نسمو فيهن ال تشيمنس اللي هو المدفأة المحلية اللي هو غالبا يحطوا فيها في فحم واخشاب عشان يولعوا فيها النار، فيسموا فيها المدفأة. فسير بيرسيفال بوت أول من ربط سرطان الصفن اللي هو الجلد بتاع اللي يحيط بالتستيكل بوجود مادة في هباء رماد الدخان في النيران اللي يحطوا فيها في المداخن البيوت. كانوا بعض الرجال اللي هم اللقطاء واليتامى يستخدموا فيهم في هذه الوظيفة اللي هي وظيفة تنظيف المداخن اللي هي سموا فيها chimney sweepers. فالكيميكال كارسينوجين at the suit. السوت اللي هي المادة هذه SOOT اللي هي عبارة عن الهباء أو الرماد الموجود في الرماد المداخن. المادة هذه غالبا تحتوي على أروماتيك هيدروكاربونز. أول شخص ربط بين حدوث سرطان سكويمس الكارسينوما سكروتم وهذه المواد الكيماوية الموجودة في السوت الهباء أو الرماد بتاعت المداخن اللي هو تشيمني سويب. سويب معناها ينظف، تشيمني معناها مداخن أو مدافئ. ف this chemical carcinogen lead to a mutation which is usually producing the cancer in this particular patient اللي هم البيشنت بتاعين سكروتال كانسر. This is Sir Percival Pott. Sir Percival Pott is an English surgeon، جراح انجليزي، جراح عظام، هو اللي ربط أول مرة في التاريخ الإنساني ما بين وجود ايش؟ وجود السرطان والمواد الكيماوية، فيعتبر هو أب الكارسينوجينيسيس، صح ولا لا؟ فعموما إيش قال؟ قال في نوعين بعدها صنفوا الكارسينوجينيسيس، إن قالوا في نوعين من الكارسينوجين. One of them is directly acting carcinogen which is usually required a metabolic conversion of the substance before it becomes a carcinogen. يعني المادة الكيماوية ليست فعالة، يجب أن تفعل أولا قبل أن تتحول إلى مادة فعالة تستطيع أن تكون كانسر، وهذا سموها directly acting chemical carcinogen. سوري أنا خضيت الجزء الثاني أول. الجزء الأول هو direct acting carcinogen. direct acting carcinogen عكس indirectly acting. أنا أو ما شرحت توا شرحت على indirectly acting. Directly acting chemical carcinogen. These substances are carcinogen and they don't now require a metabolic conversion to become a carcinogen. That's why they are carcinogen. عكس الجزء هذا اللي أنا حكيت عليه في الأول. عفوا أنا تسبقت جزء عن جزء. The indirectly acting chemical carcinogen usually they require a metabolic conversion before they become an ultimate carcinogen. إذا لو خذينا الجزء الأول، أنا عذرا صار لي شوي confusion لأني تقبلت تليفون من المركز في عندهم حالة تحتاج إلى استدعاء، لذلك صار لي شوية stress. فعفوا إذا كان خلطت بين الأشياء، لأن أحيانا الواجب الطبي يغلب عن الواجب الأكاديمي. عموما نردوا ونقولوا أنواع الكيميكال كارسينوجين there are two. Directly acting chemical carcinogen. These agents are usually they don't require metabolic conversion to become a carcinogen.
and then they are considered to be a weak carcinogen. This example, alkylating agent زي الالكيلاتينج agent اللي هي سايكلوفوساميد اللي يستخدم في treatment of the Hodgkin lymphoma. أما النوع الثاني اللي هو هي بروحها لا تسبب سرطان ولكن ضروري يصير لها chemical reaction عشان تتحول إلى metabolically active substance which act as an ultimate carcinogen. Example عليها زي المواد اللي اكتشفهن سيلبرسيفال بوت اللي هو البوليسايكليك أروماتيك هيدروكاربونز in the tobacco smoking. It's called benzobarine. These substances are important etiological factor of bronchogenic carcinoma or lung cancer. Example ثاني لل indirectly acting chemical carcinogen هو الأفلاتوكسين B1. الأفلاتوكسين B1 عبارة عن chemical substance usually lead to liver cancer باهي and usually occurring in فنجس. الفنجس هذا يكونها اسمها أفلاتوكسين B1. أول ما درسوا لقوا بأن الأفلاتوكسين B1 is a fungus which grow on the peanut. أول ما القبائل الأفريقية ليش نحن قلنا أفريقيا منتصفها ينتشر فيه سرطان الكبد هو أن هذه القبائل تخزن في الكاكاوية اللي هي نحن نسموها فيها الفول السوداني في رطوبة معينة ينمو عليها هذا الفطر اللي هو أفلاتوكسين B1. أفلاتوكسين ينتج فيه substance which act as an indirect acting chemical carcinogen called أفلاتوكسين B1. إذن أفلاتوكسين B1 is the substance which is the carcinogen. وكتب تشوف الاسم الأصلي للفنجس اللي كونها مش أفلاتوكسين اسمه أسبيراجلس فليفس. ما نبوش ندخل في تفاصيل مايكروبيولوجي واجد ولكن لا شك بأن هذه المادة اللي هي أفلاتوكسين B1 is not a directly acting, it's an indirectly acting chemical substance that usually required some metabolic conversion عشان تتحول إلى المادة هذه اللي هي يسمو فيها أفلاتوكسين B1 اللي هي act as a chemical carcinogen للهيباتوسايت الخلايا الكبدية عشان تكون هيباتوسيلر كارسينوما اللي هو سرطان الكبد اللي ينتجها فطر اسمه أسبيراجلس flavors. Aspergillus flavors. What are the chemical event in the chemical carcinogen which lead to the carcinogens? وجدوا بأن الكارسينوجين يحتاج إلى تحويل ب chemical reaction حتى يصبح ايش active. This is by the electrophilic intermediate substance from the conversion of the inactive carcinogen to active carcinogen. الالكتروفيليك انترميديت هذا حيصير لها اكسكريشن باي ذا كيدني لانها ووتر سوليبل صح وتدير لها ديتوكسيفيكيشن او ان الكارسينوجين بيفور اتس كونفرتد اتس جيتينج ديتوكسيفايد دايركتلي باي ذا كيدني سو ايذر ديتوكسيفيكيشن باي ذا كيدني اور الكتروفيليك انترميديت ويتش از اكسكريتد باي ذا كيدني ذا الكتروفيليك انترميديت بايند ذا دي ان اي اند فورم ادكشن افكت ودي ان اي دامج الدامج دي ان اي اما ان يصير لريبير وتتحول خلية من خلايا افكتد الى نورمال سيل او انها يصير دي ان اي ريبير طبعا this is by the process of the دي ان اي ريبير ان الدي ان اي يصلح ليش لانها كونت ميوتيشن ولكن الاخطر والادهى والامر هو ان الخلية تعيش بالدي ان اي اللي هو غير مصلح it lives with an abnormal DNA which is called mutated DNA or abnormal DNA and this is will lead to cell death الخلية الجسم يأمرها بأن هي تموت لأن هي mutated and the DNA is mutated في حالة إن ما صارش الاحتمال الأول اللي هو DNA repair وتحولت الخلية إلى normal cell أو إن الخلية صار لها mutation و enforced to commit suicide by programmed cell death apoptosis حتعيش الخلية ب DNA كان damaged This is called permanent DNA damage. إذن الخلية حتعيش بـ DNA damage. الـ DNA damage حتسبب الخلية أنها تتكون another mutations which will lead to the conversion or transformation of the normal cell to the malignant cells or neoplastic cells. إذن يتكون pre-neoplastic clone and then by additional mutations بميوتيشنز رقم 2 و3 و4 تتحول الـ pre-neoplastic clone المستعمرة هذا اللي هي مشروع السرطان إلى سرطان حقيقي وهو الـ malignant neoplasm
إذن this is a promotion to the formation of the neoplasia. أما this process of the trying to detoxify the carcinogen by the excretion or detoxification, this is initially by the formation of the إيش mutated DNA. تلاحظوا بأن البروسيس الأول initiation الجسم يحاول أن يتخلص من الميوتيشن اللي تكونت نتيجة للكارسينوجين، إما أن يصلح العطب اللي صار by the DNA mutation فتتحول الخلية back to normal، أو أنه يقول الخلية موتي to commit suicide by program cell death apoptosis والخلية تموت، لكن الله غالب مرة تعيش الخلية ب DNA damaged فيسموا فيها permanent mutations which is initiate the formation of the cancer. إذن هنا عبارة عن promotion to the cellular neoplastic clone by the formation of pre-neoplastic clone مع وجود طفرات ثانية وثالثة ورابعة تتكون malignant neoplastic cells. هذا جدول مطلوب منكم أنكم تعرفوه بالجزء اليمين هذا chemical compound والجزء اليسار هذا هو cancer type. This is the chemical carcinogen المعروفات في الطبيعة. Example polycyclic aromatic hydrocarbon الموجودة في الهباء أو الرماد اسمها بنزوبيرين، مرات يطلقوا فيها بنزوبيرين أو بنزوبيرين، اللي هي موجودة في التوباكو سموك، وهذان يسبن skin and colon cancer ويسبن lung and bladder cancer and oral cavity cancer laryngeal cancer and esophageal cancer يعني cancer esophagus. هذا ال polycyclic aromatic hydrocarbons يعني المركبات العطرية عديدة الحلقات الهيدروكربونات. أما النوع الثاني فالأروماتيك أمين زي البنزيدين والنفثايلامين will cause bladder cancer. النوع الثالث من الكيميكال كانسرين زي النيتروزامين زي الكيميكال ثيرابيتيك ايجنت اللي تحول اللي تسبب في الإسوفيجيال أند ستومك كانسر وال الكاليتينج ايجنت زي سايكلوفوسامايد كلورامبيسيل فايوتيبا أند بوسلفان which cause leukemia. النوع الرابع من الكارسينوجين زي الفينايل كلورايد اللي هو يسبب أنجيوسركوما of the blood vessels يعني سرطان الأوعية الدموية. الأفلاتوكسين زي ما خذناه هو يسبب toxicity and carcinogenesis تسرطن للخلايا الكبدية زي الليفر. الهيفي ميتلز العناصر العميق الثقيلة زي النايكل والكادميوم والكروميوم والأرسينيت. الأرسينيت والنايكل والكروميوم والكادميوم كثير من السيدات يستخدمن في النايكل والكادميوم والكروميوم كمعادن لتحسين المجوهرات والمجوهرات الكاذبة زي الذهب الأفريقي وغيرها، وهذا يسبب غالبا lung cancer and skin cancer. طبعا الجدول هذا جدول طويل ممكن نذكر مواد أخرى موجودة، ولكن هذا على سبيل الحصر على سبيل الذكر لا الحصر ذكرت لكم 6 أنواع البوليسايكليك hydrocarbons والaromatic amines والnitrosamine والvinyl chloride والaflatoxin B1 والheavy metals والcorresponding الصف الثاني هذا هو أنواع الكانسر اللي ممكن يكونن هذه المواد الكيماوية. أعتقد أن الجزء هذا جزء يعني يتذكر أكثر من أنه هو يحفظ، لذلك حاولوا تقروه أكثر من مرة. أعتذر إن اللي كان صار لي شوية confusion نتيجة التليفون الذي يعني نادوني المركز في حالة تعبانة، وحاليا أريد أن أذهب إليه بشكل عاجل. حنحاول إن نراجع لكم الجزء الأخير من الكارسينوجينيسيس في بداية المحاضرة الجاية، لأن قمت بشرحها المرة هذه بشكل سريع. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكم مني أطيب الأماني، ولنا لقاء، ومازالت معركة السرطان مازالت المعركة بيننا وبين السرطان مستمرة إلى أن ننتصر بعون الله. المحاضرة القادمة ستكون آخر محاضرة، وسنقوم بمراجعة الجزء الأخير من محاضرة اليوم فيها للتوضيح الأكثر. إلى أن نلتقي لكم مني أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.